اليوم 6 نوفمبر وهو يوم تاريخي للمغاربة، حيث يعني يمثل تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة التي قادها الراحل المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني لاسترجاع الأقاليم الجنوبية لحضن المملكة. بعد ذلك يعني شهدت هذه الأقاليم طفرة تنموية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني نحو مخطط جديد وانطلاق ورش جديد وهو الجهوية المتقدمة، وتقسيم يعني جهات المملكة إلى 12 جهة، وحظي إقليم الداخلة أو السرد بتسمية جديدة وهي جهة الداخلة وادي الذهب. كما تعلمون وتشهدون أن خلال الآونة الأخيرة تم فتح عدة قنصليات من إفريقيا، وهذا يعني يعد انفتاح للأقاليم الجنوبية نحو القارة الإفريقية والعالم بأسره. ومؤخرا يعني شهدت مدينة العيون افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات الشقيقة، وهذا يعد انتصار للمملكة المغربية وانتصار للأقاليم الجنوبية. اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المغاربة 45 لاسترجاع الأقاليم الصحراوية، نبارك لجميع المواطنين المغاربة هذه الذكرى، واللي الحمد لله كانت هذه المناسبة استرجاع الأقاليم شهدت تنمية جد مهمة، واللي كانت كرست تواجد مجموعة من المؤسسات اللي تعمل منتخبة ولا غير منتخبة ولا اللي ساهمت كذلك في العمل التنموي للأقاليم الاقتصادية. والحمد لله احنا كمؤسسة منتخبة اللي مهنية تمثل القطاع الفلاحي ككل، ساهموا إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة في تنزيل مجموعة من البرامج الاقتصادية فيما يخص الشق الفلاحي وكذلك الشق إنتاج الزراعي وكذلك الشق إنتاج الحيواني. واللي بهذه المناسبة كذلك أهني المغاربة بهذه القنصليات اللي فتحت في الأقاليم الجنوبية، واللي تعتبر كذلك هي نجاح الدبلوماسية المغربية، واللي نتمنى إن شاء الله تكون هناك نجاحات أخرى واستمرارية إن شاء الله. كفاعلة جمعوية وسياسية بجهة الداخلة وادي الذهب، أثمن عاليا هذه المبادرة التي تعزز الشراكة الاستراتيجية ما بين الطرفين. افتتاح قنصلية الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمدينة العيون ينبع من مقاربة سيادية تدل على الدعم القوي والصريح على مغربية الصحراء. فبهذه الخطوة التاريخية ستكون أول دولة عربية تفتح قنصلية لها بمدينة العيون، إلى جانب أكثر من 15 دولة إفريقية قررت أن تعزز تمثيلياتها الدبلوماسية بنفس المدينة أو بإقامة قنصليات بنفس المدينة. افتتاح القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة بالأقاليم الجنوبية بالتزامن مع ذكرى 45 للمسيرة الخضراء هو إعلان رسمي على استمرارية الوفاء والإخلاص بين الشعبين الإماراتي والمغربي في هذه الذكرى القارية. والدور الدبلوماسية الملكية اللي لعبت دورها في هذا الملف الوحدة الترابية، نحن كفاعلين بالأقاليم الجنوبية مفتخرين بأول دولة عربية اللي تأسست ذات قنصلية في العيون، ونتمنى والدول العربية الثانية تحققوا. الحمد لله المغرب اللي عارف دور كبير من ناحية التنمية، من ناحية جميع الأنشطة اللي ديرها، اللقاءات الدبلوماسية والندوات والمنتدوات اللي ندارهم في مدينة الداخلة. الداخل الحمد لله معروف عن البعد الإفريقي اللي مفتحة على إفريقيا، ونتمنى وهذا المنبر اللي الحمد لله القرار 25 48 اللي
للأمم المتحدة اللي تم تصويت 13 صوت في صالح المملكة عن مبادرة حكم ذاتي. يجوا خوتنا وشاركوا معنا في هذه المبادرة، والدولة الحمد لله اللي أعطتهم اللي المجالس الجهوية صلاحيات، توسيع صلاحيات من أجل باش يوفروا جميع الأمور اللي دورها المواطن الصحراوي ولا المغربي اللي في أقاليم الجنوبية، وهذا نحن مفتخرين به. نشكر موقع هيلث بريس اللي أعطانا هذا الفرصة اللي باش نعبروا عن رأيي وعن تصورنا في هذه القضية. رحموا بها على مبدع المسيرة الخضراء جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، والأمور التي وصلت إلى هذه المنطقة ولله الحمد هي نحمد عليها مولانا ونشكره، اللي حققت واحد القفزة نوعية للمغرب من ناحية السياسية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية وحدة الشعوب ديال إفريقيا، ومن ناحية العديد من المنافع التي حققتها لهذا لساكنة المناطق الجنوبية والمغرب بصفة عامة، واللي نحمد عليها مولانا تبارك وتعالى على هذه المبادرة اللي بدعوها ملوكنا الأشراف جزاهم الله عنا خيرا. والحمد لله احنا في العهد المحمدي محمد السادس الله ينصره ويحفظه على هذا المواقف اللي اتخذها بعد والده المرحوم الحسن الثاني، واللي اعطى واحد الوجه كبير وواحد تنمية كبيرة للمنطقة، اللي صبحت اليوم الحمد لله عند جميع شعوب العالم وحكومات العالم ينوهوا بها، وخاصة الإخوة الأفارقة الذي صبحوا الحمد لله عندنا واحد عدد القنصليات في هذه المنطقة، وهما يتتابعون واحدة تلو الأخرى، وكذلك الدول العربية اللي الحمد لله ننتظروا منهم الحمد لله بجي ربدات البادرة الأولى من هذه الدولة الشقيقة، واللي شاركت في المسيرة الخضراء واللي غادي يتبعوها إن شاء الله وحدات أخرى ولله الحمد. وإحنا مستعدين باش نتلاقوا مع جميع إخواننا لا من الشرق ولا من إفريقيا ولا من أي جهة من الجهات، وذلك هو ما نسعى إليه، وهذه هي تربيتنا وتربية المغاربة جميعا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيلث بريس.